طيب خليني اكلمك على التيشيرتات دي، طبعا بتاعتك انت يعني في الفتره اللي انت كنت بتلعب فيها، مظبوط؟ Assolutamente sì, طبعا sì. بالطبع Io بالطبع، نعم ho هذه iniziato كلها لي. da bambino وايضا توجد nel بعض calcio التيشيرتات عندما e كنت sono طفلا contento che proprio in صغيرا questi minuti العب بالكره il tishirt في si sia شوارع salvato dalla مدينتي. Lazio in Serie A. Avendo ثم molte بعد opinioni ذلك sono انتقلت matematicamente إلى عدة usato. نوادي، ثم بعد ذلك أصبحت Quindi parliamo del settembre نجما dell'81 إيطاليا وبعد نجما con la عالميا. maglia del Lecce insieme al mister Conte, ذكريات كل منا له Francesco Fiero, ذكرياته الخاصة. Luigi Garcia, tutti أتذكر giocatori usciti dalla cantera giallorossa وأيضا بعض e اللاعبين tutti الكبار quanti hanno عندما كانوا condiviso in معي qualche مثل modo fatto il loro percorso, la مورييري. loro strada, la loro carriera. هذا بشكل عام. طيب خليني أبدأ معاك بنابولي الحقيقة، لأنه الجمهور الكالتشيو اتفاجئ السنة دي بقدرة نابولي على منافسة الكبار، قدرة نابولي على تقديم يعني عدد كبير من النجوم، مش عايز اختصرهم في خافيتشا فاراتسخيليا وأوسيمين فقط، لكن بعتقد ان في كتيبة من نجوم قدمها فريق نابولي السنة دي، سباليتي وقدرته على قيادة نابولي لتحقيق الدوري بعد غياب، يعني انا اعتقد انه غياب استمر يمكن اكتر من حاجة و30 سنة، نابولي ما حققش البطولة يمكن من ايام مارادونا. ازاي بتشوف نابولي، وهل كان ده متوقع السنة دي انه يتوج بلقب البطولة ولا لا؟ Ma il Napoli è stata un في po' una الحقيقة sorpresa per tutti نابولي quanti, كان anche per مفاجأة gli allenatori. للجميع، لكل Napoli المدربين ha avuto وللجمهور sempre una buona أيضا squadra, للاعبي نابولي grandi giocatori, أنفسهم. sempre qualificata فكما nell'azione رأينا أن difensiva نابولي يتألق e ha بجدارة، sempre لا dimostrato يضع حدودا all'interno لأي أحد، Io credo لا che يحترم quest'anno, قواعد الكرة. a أن differenza degli نابولي altri anni, فريق رائع si siano incastrate يتقدم tante volte ويضرب sul ولا campo. يبالي، In primis il fatto che l'allenatore فكانت مفاجأة centrale للكل، ليس لي Paolo فقط وليس Amorosi doveva vivere للمدربين con Spalletti, الفنيين. أرى أن un سباليتي insegnante di calcio, non è معلم solo un للكرة allenatore. الإيطالية، ليس Il فقط Napoli di مدرب، Spalletti è un Napoli إنما في consolidato, الحقيقة هو معلم، esemplare, تلقى الكرة من grande, مدرسة هي senso حقة game, جديرة intelligente e lo si è visto. بأن تعلم Poi العالم hanno ما معنى الكرة due وما تلات معنى anni الكرة الإيطالية quando بشكل Pizzinato خاص. ottiene يمكن كان Juventus الغريب في e الموضوع hanno إنه mandato بعد via giocatori التتويج che إنه volevano يكون في Juventus إعلان عن وبارسا. وجود يعني Quindi مشاكل أو خلافات أو اختلافات في وجهات النظر بين إدارة نابولي وبين سباليتي، كلام عن رحيل سباليتي، بل إنه في كلام حتى عن مفاوضات بين إدارة نابولي وبين لويس إنريكي مدرب البارسا ومدرب منتخب إسبانيا السابق لتولي مسؤولية نابولي في الموسم القادم. c'è qualche problemino هناك بعض المشاكل tra الصغيرة Spalletti ما بين e la dirigenza a parte europea. سباليتي وما بين Io non so come andrà a finire, certo è che mi إدارة dispiace che الفريق Spalletti عن abbia رحيله fatto وأنباؤنا così عن رحيله، importante لكن أنا مossa أعتقد أنه لن يرحل، لا rotta del سيما tutto. وقد Però ترك هذه Laurentiis البصمة ha dimostrato الكبيرة di saper في قلوب ripartire الآلاف بل dalle الملايين، ceneri e non فلا posso أعتقد solo أنه ليس valutare من quello che السهل accadrà al Napoli أن adesso. يرحل سباليتي عن نابولي. يمكن أخذك لروما، وأنت كنت طبعا مدير رياضي لنادي روما سابقا، وأكيد كنت قريب من مؤسسة العمل داخل نادي روما. إزاي بتشوف وإيه هو تقييمك لتجربة خوسيه مورينيو، وخصوصا إنه على أعتاب تاني تتويج قاري مع روما، روما على موعد طبعا في نهائي اليوروبا ليج في مواجهة سيبيا. توقعاتك للمباراة ورأيك أو تقييمك لتجربة خوسيه مورينيو مع إيه إس روما؟ Io أنا penso che la Roma أريد أن أقول لكم أن روما مستعدة وبقوة بأن تكون هي بطل وحامل اللقب، بأن تنتصر على خصمها. روما هذا العام أو هذا الموسم تستعد وبقوة وتتألق، وأيضا هي أيضا بجدارة، لن أقول أنها تساوي نابولي أو الفرق الأخرى، لكن روما لها تاريخ كبير. هل بتشوف أنه إذا ما نجح فريق روما في التتويج بلقب اليوروبا ليج هيكون على إدارة نادي روما أنها تحتفظ بخدمات خوسيه مورينيو، لأنه في برضو تقارير وفي كلام على أنه في مفاوضات بين جوزيه مورينيو أو خوسيه مورينيو لتولي مسؤولية البي اس جي من بداية الموسم المقبل؟
No, Mourinho l'anno scorso ha portato Mourinho portato في Roma un العام trofeo importante السابق Champions League, حقق أيضا quest'anno بعض portato portato الأشياء المهمة، ولا يمكن trofeo. أن ننكر Io penso che أن nel ننكر percorso di فضله، Mourinho sia piuttosto فهو timido. أيضا كبير، Ribadisco, mi auguro وله che la Roma سبق che possa كبير، وله كما vincere نقول صولات l'Europa وجولات League portare un trofeo che manca da tantissimi anni. مقارنة بأخصامه. نابولي من وجهة نظر الكثيرين يعني كان هو الأقدر بالوصول لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا عن الميلان وعن الإنتر، تتفق ولا تختلف؟ خروجه كان مفاجأة كبيرة. أنا أعتقد أن الإنتر ميلان فريق قوي جدا في الثلاث سنوات الأخيرة بخلاف نابولي، لكن نقول أنه أهدى نابولي هدية كبيرة مقارنة أيضا بالفرق الأخرى. يمكننا أن نقول أن الإنتر فريق لا يحتمل أيضا الخسارة، وأنا أتوقع له مباراة جيدة وسيحقق، لا نقول انتصارا لأن السيتي فريق كبير في المباراة التي ستجمع بينه وبين المانشستر سيتي، لكن أعتقد أن الإنتر سيكون متألقا أيضا.